مرحبا بكم أصدقائي ومتتبعين قناتي. أبدأ بإرسال الحب للجميع وأتمنى أن تكونوا على خير وبخير بإذن الله تعالى. ولتكونوا على اطلاع فوري بأجمل الأخبار وأكثرها دقة، اشتركوا معنا في القناة ولا تنسوا تشغيل الإشعارات لتتوصلوا بكل جديد. المهم، تم الكشف عن مصدر الجمال الأسطوري لسيلة تورك أغلو، خمنوا من أين يأتي مصدر جمالها؟ التفاصيل سوف تجدونها في هذا الفيديو. سيلة تورك أغلو جميلة بعيون الزمرد، عيونها تبهر الجميع، نشعر بالنقاء والنظافة الداخلية، أحاديثها مليئة بالبراءة. الممثلة ذو الشعبية المتزايدة بشخصيتها الطبيعية يتم التشكيك في مصدر جمالها، كما أجريت بعض الأبحاث حول هذا الموضوع. وأود أن أضيف أنه عند ذكر إزمير تتبادر إلى أذهاننا فتيات جميلات وسيلة قادمة من إزمير، ووالدتها ووالدها وجميع أفراد الأسرة جميلون ما شاء الله. وفي رأيي من أهم أسباب الجمال هي السعادة، الناس سعداء يعتنون بأنفسهم مثل سيلة، وسيلة تمارس الرياضة وتأكل طعاما صحيا وتتقدم حياتها إلى نجاح كبير، وهذا مصدر آخر للجمال. والحب أيضا يجعل الناس أجمل، خاصة إذا كان حبا كبيرا فإنه يفرز هرمونات السعادة، وهذا حقيقة مثبتة علميا. وأحد الأسباب الرئيسية وراء تألق خليل وسيلة هو حبهما، ومن الواضح من جميع الجوانب نتمنى لهم حظ سعيد لهذا الثنائي الجميل ومستقبل جميل، ونتمنى لهم كل الحظ وأن تسير أمورهم على ما يرام. وفي نظر سيلة ينبع جمالها من روحها وقلبها، وينعكس جمالها في كل نظرة وابتسامة مليئة بالسعادة، وطبيعتها تسحر وتسمم الجميع. كما أيضا في هذا الفيديو سوف نعرف لماذا تم اختيار سيلة تورك أغلو لسلسلة شراب التوت البري. المهم، من الطبيعي أن تتنافس المسلسلات مع بعضها البعض، والقناة التلفزيونية الأكثر مشاهدة لهذه المسابقات هي شو تي في، وهي من أهم القنوات التلفزيونية في تركيا. وتفكر شو تي في في استغلال شعبية الممثلة الشابة سيلة تورك أغلو. نعم، هذا هو سبب عرض مسلسل شراب التوت البري على قناة شو تي في. وتوقعات قناة شو تي في أن سلسلة سيلة مرتفعة للغاية، ولأن هناك دراما أخرى ستذاع في نفس اليوم وسيقاتلونها، ستكون سيلة تورك أغلو أكبر منافس، وسيلة لا تخشى التنافس مع عفراء سراج أغلو. ويقال إن المنافسة بين عفراء سراج أغلو التي أثبتت سيلة بالفعل نجاحاتها على الشاشات، ولا تزال من المتوقع أن تحقق نجاحا كبيرا على شاشات شو تي في، سيكون اختبار صعب للغاية لسيلة، ولكن أعتقد أن سيلة سوف تجتاز هذا الاختبار المرتفع للغاية. وأيضا عند نقطة الارتباط كانت عفراء سراج أغلو وميرت رمضان ديمير متعاونين بشكل جيد واستغلوا الفرصة، والآن ضد هذين المسلسلين التلفزيونيين المثيران للإعجاب سيقاتل دوغان وسيلة من أجل الحصول على التقييمات. نعتقد هذان الثنائي سيكونان في سباق كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن الواضح أن سلسلة الطائر الرفراف التي أثبتت جدارتها في هذه المسابقة والذين يحبون قصته له ميزة. أنا أرى أنهما مسلسلان لهما موضوعات مختلفة، وشراب التوت البري أكثر تشويقا وإثارة، وطاقم الممثلين استثنائي، وكل ممثل يفسر الدور بدقة وينقل المشاعر ويلعبون بشكل مثالي. أصدقائي ومتتبعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. إلى اللقاء.